يقبل كثير من المصريين بالآونة الأخيرة على حضور عروض رقصة التنورة الصوفية التي تقدم حاليا للترفيه بأشهر المعالم الأثرية المصرية. وفي السنوات الأخيرة لاقت رقصة التنورة في مصر رواج كبير، وبخاصة وسط السائحين الأجانب والعرب على حد سواء. في وكالة الغور التاريخية بالعاصمة المصرية تقدم فرقة التنورة عروضا راقصة تجذب جمهورا كبيرا يعشق رؤية هذه الرقصة في حالة من التأمل والصفاء الروحي. رقصة التنورة الصوفية بأرديتها الملونة المزخرفة ذاع صيتها في العصر الحديث، وهناك نوعان منها. التنورة هي في منها تنورة صوفية والتنورة الاستعراضية. حضرتك التنورة الصوفية اللي انت شفتوها الأول اللي هي إنشاد ديني وليها طقوس ولها حالة فلسفية، اللي هو الرقص التنورة في النص بيعتبر قرص الشمس، والراقصين اللي حوالين منه دولة كواكب السماء. رقصة التنورة أصبحت أحد أنواع الفلكلور المصري، ولكن جذورها تعود للصوفية التركية التي كانت منتشرة بشكل كبير في القرن 13 الميلادي. هي أصلها كان تركي فعلا في مولانا جلال الدين الرومي، ودي احنا حضرناها في تركيا. ليها طقوس معينة هنا تطورت لنقطة ان هو ياخد الشكل المولوي لرقصة التنورة لتغيير اللبس، بس نفس الروحانية تختلف المزيكا. هنا المزيكا مصرية، هناك المزيكا التركية. ومثلما تجذب عروض رقصة التنورة الجمهور المصري، يحب السائحون الأجانب مشاهدتها. أنا من المنوفية وجيت مخصوص هنا عشان أتفرج على عرض التنور، وعجبني جدا ولأني أول مرة أشوفه، وكنت مبسوطة جدا بالأدوار بتاعتهم وعجبني جدا وكنت مبهورة لأني أول مرة أشوفه. قررت المجيء لأنني سمعت عن الصوفية وأردت أن أرى رقصة التنورة، فهي لطيفة ورائعة جدا، كذلك الراقصون والموسيقيون موهوبون للغاية. وتحولت التنورة الصوفية إلى لون فني منذ عدة قرون نال شهرته من المتصوفين، ويقال إن الفيلسوف والشاعر التركي الصوفي جلال الدين الرومي أول من قدم هذه الرقصة التي غالبا ما تكون مصحوبة بالدعاء والمديح والمواويل الشعبية.